ومشاهدينا الكرام، للمزيد من التحليل والمتابعة ينضم إلينا هاتفيا السفير صلاح حليمة نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية. أهلا بحضرتك إلى هذه التغطية. بداية بعد التحية، كان يوجد العديد لزيارات الرئيس عبد الفتاح السيسي الخارجية، أهمها كان يوجد زيارة للقارة الأفريقية كانت على أجندة الزيارات لكل من أنغولا وزامبيا و موزمبيق. لو هنتحدث في هذا الشأن تحديدا، ما أسفر عن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أفريقيا تحديدا هذا العام؟ لا شك أن هذه الزيارات بتتناول ملفات تتعلق بالعلاقات الثنائية أساسا بين مصر وكل من الدول التي يقوم سيادة الرئيس بزيارتها، ثم أيضا يتناول على من جانب آخر قضايا ذات الأهمية البالغة ليس فقط على مستوى القارة الأفريقية، وإنما ربما أيضا تمتد إلى قضايا خارج نطاق القارة، وربما يكون أيضا لها تأثير على القارة الأفريقية. لا شك أن في مثل هذه الزيارات في إطار العلاقات الثنائية هناك اهتمام بما يتعلق بتطورات الأوضاع في كل من هذه الدول، خاصة إذا كان هناك أوضاع تتعلق بالأمن والاستقرار أو علاقات تتعلق في نفس الوقت بأوضاع اقتصادية وتجارية في الإطار الثنائي. وأعتقد أن مصر في هذا الصدد تتمتع بنوع من الشراكة الاقتصادية أو الاستراتيجية في كافة المجالات بين مصر وهذه الدول محل الزيارة، سواء كانت موزمبيق أو أنغولا أو الكونغو أو أي من الدول التي يتم زيارتها. مصر لها دور قوي جدا فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي والتجاري والاستثماري، خاصة فيما يتعلق بالبنية التحتية وفيما يتعلق أيضا بمواجهة الأزمات والتحديات التي تواجه القارة، مثل على المستوى الدولي والإقليمي، مثل تداعيات المناخ وما تفرزه من أثار على القارة الأفريقية والدول الأفريقية، وأيضا جائحة كورونا وتداعياتها والأزمة الروسية وتداعياتها، فضلا عن القضايا التي تشغل القارة على مستوى القارة مثل قضية السودان، قضية ليبيا، جنوب السودان، الكونغو، الأوضاع في القرن الأفريقي، الأوضاع في أيضا منطقة الساحل. كل هذه القضايا أعتقد كانت محل اهتمام في جولات السيد الرئيس ولقاءاته، سواء في الإطار الثنائي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر وهذه الدول، أو في الإطار المتعدد على مستوى القارة الأفريقية. نعم، يعني اللي عايز أقوله أن هناك مسارات محددة في مثل هذه الزيارات، مسار يتعلق بالأوضاع الأمنية، مسار يتعلق بالقضايا السياسية، مسار يتعلق بالنواحي الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، مسار أيضا يتعلق بالنواحي الاجتماعية وخاصة فيما يتعلق بالتعليم وبناء القدرات وأيضا الصحة. كل هذه المسارات بتكون محل اهتمام في هذه الزيارات وفي الإطار الثنائي ثم أيضا في الإطار المتعدد. نعم سيادة السفير، حضرتك ذكرت نقطة هامة وهي أنه يوجد الحقيقة العديد والكثير من الإنجازات الخاصة بالقارة الأفريقية، وتولت مصر منذ 2019 رئاسة الاتحاد الأفريقي. لو هنتحدث عن هذه الإنجازات تحديدا من وجهة نظرك. لا شك منذ تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي في عام 2019 وواقع الأمر وفي الحقيقة حدثت نقلة نوعية فيما يتعلق بالعلاقات المصرية الأفريقية في إطار الثنائي أو فيما يتعلق بالإطار المتعدد، وكما أشرت هذا الأمر كان شاملا لمحاور أو مسارات مختلفة، سواء كان مسار أمني يتعلق بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والإتجار بالبشر والنازحين واللاجئين والهجرة غير الشرعية، سواء مسار يتعلق سياسي يتعلق بالقضايا السياسية التي تواجه القارة، سواء كان ذلك في قضية مثل السودان أو جنوب السودان أو الصومال أو أيضا الكونغو، مشاكل تتعلق بما حدث في منطقة الساحل من تغيرات في الأوضاع السياسية في بعض الدول، ما يشهده القرن الأفريقي أيضا، ما تشهده منطقة البحر الأحمر بصفة خاصة، وأحد الاهتمامات التي يعني تضع مصر أولوية في صدر تحركاتها منطقة البحر الأحمر والقرن الأفريقي. لكن ما أود أن أشير ربما كان الإنجاز الأكبر والأبرز في هذا الصدد هو منطقة إنشاء منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية،
والتي كان لمصر دور محوري فيما يتعلق بتحديث وتطوير البنية التحتية وأيضا تطوير القطاعات الإنتاجية المختلفة في الدول المختلفة حتى يمكن تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية من خلال ما تم إنجازه في البنية التحتية وفي القطاعات الإنتاجية المختلفة على النحو الذي يمكن أن يكون هناك تنامي وتصاعد في الإنتاج الأفريقي والتبادل التجاري الأفريقي الأفريقي ثم الأفريقي مع العالم الخارجي. كان لمصر دور واضح جدا في موضوع البنية التحتية كما أشرت، سواء كان ذلك في طرق برية أو نهرية أو بحرية أو ربط كهربائي أو دفع المشروعات القومية على مستوى القارة مثل بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط وخط القاهرة كيب تاون والدور المعنود به في منطقة الحزام والطريق الخاصة بمشروع الصين. لا شك أيضا فيما يتعلق بالاستثمارات، مصر أنشأت صندوق لدعم الاستثمار من القطاع الخاص وأيضا أنشأت مركز لإعادة البناء والإعمار وأنشأت مركز لعملية لتسوية المنازعات وفض المنازعات من أجل تحقيق السلام، ثم أيضا هناك مركز للمعلومات فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب. كل هذا النشاط لا شك أنه أتى ثمارا إيجابية وبناءة في إطار تحقيق الأمن والاستقرار والتوجه نحو التنمية المستدامة في قطاعاتها المختلفة في إطار برنامج 2063 الخاص بالاتحاد الأفريقي. نقطة هامة أخرى وهي أن مصر ترأس النيباد وفي هذا الصدد كان لها دور حيوي وبناء فيما يتعلق بمبادرات في القطاعات الصناعية ومبادرات أيضا فيما يتعلق بالبنية التحتية. أيضا مصر كان لها دور كبير جدا في مجموعة الكوميسا وتطوير النشاط التجاري والعلاقات التجارية بين الجانبين. ده بالإضافة طبعا كما أشرت دورها البناء والإيجابي في إنشاء منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية وفي تفعيل هذه المنطقة نحو تنامي وتصاعد العلاقات التجارية بين الدول الأفريقية بعضها البعض وبين العالم الخارجي. لا شك أيضا مصر طلعت بدور إيجابي جدا في جذب الاستثمارات من جانب الدول المانحة سواء عبر المؤتمرات التي تعقد على مستوى القارة الأفريقية بين الولايات المتحدة وأفريقيا، روسيا وأفريقيا، الصين وأفريقيا وهكذا. مصر أيضا كان لها دور كبير جدا في دور المؤسسات الإقليمية والدولية وخاصة مؤتمر باريس الذي كان مخصصا للعمليات التمويل التي تراعي ظروف القارة الأفريقية من حيث أن تكون المساعدات والقروض تراعي الأوضاع الخاصة بالقارة الأفريقية وأن يكون هناك العلاقة في إطار متوازن وليس في إطار طالح دولة إحدى الدول في مواجهة القارة الأفريقية. نعم سيادة السفير، يعني في يوليو كان للرئيس السيسي زيارة إلى العاصمة الكينية نيروبي وفي نفس الشهر شارك أيضا الرئيس السيسي في مدينة سان بطرسبرغ بروسيا في القمة الأفريقية الروسية وعقد لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وكان طبعا لبحث سبل وتعزيز العلاقات الثنائية بين الدولتين، لو تحدثنا عن هذه العلاقات أيضا. لا شك روسيا الحقيقة لها دور متنامي ومتصاعد في القارة الأفريقية. نعم. وأعتقد العلاقات الروسية الأفريقية تسير بمنهج أكثر انضباطا وأكثر إيجابية من العلاقات التي تربط الولايات المتحدة مع القارة الأفريقية باعتبار أن هناك نوع من التنافس بين الجانبين بجانب طبعا الدور الصيني في القارة الأفريقية. لا شك أن المقاربة الروسية تأخذ في الاعتبار الواقع الخاص به القارة الأفريقية وتضع في اعتبارها تركيز بشكل أكبر على موضوعات البنية التحتية وأيضا ما يمكن أن نسميه التطور التكنولوجي في المجال التصنيع النووي أو استخدام الطاقة النووية من أجل السلام في إطار سلمي وليس في إطار غير سلمي. وأعتقد أن هذا التركيز من جانب روسيا في هذا المجال هو مجال محمود لأن الحديث الآن يعني بيشغل العالم فيما يتعلق باستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة سواء من خلال التكنولوجيا الحديثة الخاصة بالطاقة النووية السلمية أو فيما يتعلق باستخدام السدود والأنهار
فيما في هذا الصدد وايضا موضوعات الرياح. كل هذه الامور اعتقد انها الجانب الروسي يركز في هذا الاتجاه بشكل اكبر من الدول الاخرى التي تتنافس معه في القاره الافريقيه. فهو تنافس يجيء في الاطار المحموم، يجيء في اطار مراعاه مصالح الطرفين دون ان يكون هناك انحياز لطرف في مواجهه الطرف الاخر. من هنا اعتقد ان الدور المصري في مثل هذه المؤتمرات هو دور بيحسب كل التقدير والاحترام، باعتبار انه يضع في اعتباره مصالح الدول الافريقيه، وايضا يراعي ان تكون العلاقات في اطار متوازن، ويراعي ايضا فيما يتعلق بعبء الديون المتراكم على دول كثيره في القاره الافريقيه، والذي يمثل حوالي 40% من اجمالي الناتج القومي لمثل هذه الدول. فهنا عمليه الأخذ في الاعتبار هذه الظروف هي أمر في غاية الأهمية حتى تمكن الدول الأفريقية من التوصل إلى معدلات أسرع ومعدلات أكبر في عملية التنمية المستدامة في إطار برنامجها 2063. نعم، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا سيادة السفير صلاح حليما نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية على كل ما أشرت إليه.